بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الأول الثانوي، الحمد لله على السلامة، وصلنا لمراجعتنا الجميلة Final Revision Practice. إيه موضوع Final Revision Practice؟ إن أولادنا خلصوا اليونتس بكفاءة عالية، سمعنا، عملنا امتحان تجربة، خدنا الجوائز بتاعتنا، وكل واحد مرتاح نفسيا ومخلصين بدري، ويلا بينا نحل امتحانات. بس قبل ما نحل، رجائي منك راجع الفوكاب كويس والجرامر كويس. ازاي هنشتغل ازاي يا مستر؟ بنبدا حصتنا زي ما انت هتشوف ان شاء الله بحلول طويله جدا عن اول 3 يونتس، وبعد كده بحل امتحانات كامله وشامله. عندك في كل حصه 6 امتحانات، بحل معاك 3 واعطي لك 3 بالموديل انسر مع نفسك انت واد شاطر. طب ممكن لو سمحت تبص لعناوين اليونتس الاول، هلا عندنا جيتنج اواي كان عندي زمن اسمه بريزنت سامبل وبريزنت كونتينوس، كانوا سهلين الصراحه. اما اليونت بتاع حبيبنا محمد صلاح بعنوان سبورتنج كوميونيتي، كان عن حاجتين سهلين قوي، الباست سامبل والباست كونتينوس، ده كان جميل برضو. امبروفنج لايفز نفس الفكره، البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينوس. اما ميكينج نيو فريندز لو انت فاكره، كان عندي جرامر articles and subject verb agreement، وكنت انا متكلم في حوار مهم قوي countable and uncountable nouns. اما communication عن الفيوتشر بس خدناه الصراحه بالتفصيل، كان في افكار جميله جايبها لي حتى من ثالثه ثانوي. اما learning from literature كان عندي verbs with gerund and infinitive، هتلاقي الجرامر ده ان شاء الله شغال معك في ثانيه وفي ثالثه. عايز انبهك لحاجه حديثه، في اول امتحان دايما هنبدأ بجملتين احتمال ان انت تكون جاهز لحاجه زي كده. الاحتمال ان اول جمله طلاب كتيره داخله تدور على just one choice، هو ساعات بيقول لك اختار اجابتين صح، زي السؤال ده بيقول ايه مستر 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 choose the two correct answers out of the five options. بمعنى لما اقول coming the first in the exam made him feel that he was over the moon، لما طلع الاول على الجمهوريه he was over the moon. over the moon دي جديد عليك، ما قالش حتى over the sky او over the sun، ده idiom. يبقى كلمه over معناها very happy، يبقى انا عارف ان كلمه سعيد يعني happy ومعناها delighted ومعناها كلمه جميله pleased. يبقى انت لازم تعرف ان في كلمه اسمها synonym. يعني ايه synonym يا مستر؟ مرادفات هذه الكلمات. يبقى انا عندي كلمه جميله over the moon بمعنى delighted ومعنى كمان ايه pleased. اما الجمله الثانيه زيها بالظبط برضو، people around the world، الناس في جميع انحاء العالم admired محمد صلاح. شفت ماتش انجولا، العالم كله اتكلم فيه، ان 3 مرات الماتش اتقطع الناس عايزه تتصور معاه سيلفي. يبقى هذا الرجل العظيم لما يقول لي كلمه admire، السينما بتاعها ايه؟ السينما بتاعها كلمه زيها، يعني هاف او هاز ذا سيم مينينج. هنا مين هي اللي زيها يا مستر ادماير؟ هتلاقي فيرب اسمه ابريشيت، اوعى تنساه، والاحلى منه كلمه بريز. ده سيستم احتمال تتفاجئ بيه في اللجنه، يبقى انت جاهز لان ممكن كلمه عايز لها تو تشويسز ويكونوا صح ان شاء الله. بص على التالت احلى من اللي فات.